يا هو هذا الاتصال. السلام عليكم ها خالد المشرقي الحوالة وصلاه. اوه حولت بنا بالصبح للصندوق، صندوق المشروع حق التليق. ها وصلاه، يلا الحمد لله عمل كليب يا سند. مع السلامة، سلم على المشروع. أبا إيش من حوالة؟ إيش من حوالة يا أبا؟ ما قلت لناش حق البون. بون إيش؟ بكلت للسوق، شليت البون حقها بالسنة، وصلحت بعته بالسوق تمام، والبياس هذه حولت بها لمشروع الطريق. ما غلط الحين، ما هي من طريق، ما هو من طريابة، فهم حين الشي زواجة سلاح عندنا الصندوق. شوف يا بني تمجنون، أنا شطلع وأنا أفقر واحد بالقرية هذه، بس أشتي أشارك في المشروع هذا لأنه مشروع الطريق يخدم شريحة كثيرة من الناس، والمستفيدين إحنا الفقراء، أما الغني يبني هو يبدون لك بمبلغ من المال وهو مش بحاجة الطريق هذه، الطريق أنت بحاجة بالأول، لا تدورش اللي مهلوش يا بني. افهم يا حاج، قول له نشتي زواجه انت وطير حقك. فهم واحد اثنين ثلاثه. كم شقت الكرام، كم شكال الخياء. اسمع علي الحرام بالحرام، ما تحصل لا مره ولا تحصل زواجه. بدع على عينك على الجنبيه اللي معي صغيره، انا صالح ابيع اليوم بالسوق وحول بيه لخالد المشرقي لصندوق المشروع، وحي الحرام ما تجلس لا ابيع يا جلال. الحين اسمع، انت موافق على المشروع؟ موافق يا حاج، موافق. كلنا مع المشروع، كلنا مع المشروع.